بالنسبة لمباراة المنتخب الوطني المغربي ضد الكاب فيرا والرأس الأخضر، صراحة كانت مباراة ناقصة نوعا ما، خاصة من الناحية الهجومية. ما شفناش هجمات كثيرة وما شفناش حتى الإنهاء بشكل صحيح. الإنهاء بشكل صحيح كان أصلا يعني غائب في المنتخب المغربي، دائما لا نسجل أهداف كثيرة، لكن هذه المرة الغياب الحقيقي للمنتخب المغربي كان في وسط الميدان، وهو غياب عز الدين أناحي الذي يحرك المنتخب الوطني المغربي. لذلك المغرب لم يكن يعني بشكل الجيد ولم يسير المباراة حتى بشكل جيد، لكن هنا ينتظر عمل يعني كبير لوليد الركراكي، وهذه هي مشكله افريقيا. لان افريقيا ملي كتغلق عليك في اللور الوغ ما غاديش تقدر يعني كما نقولوا تخترقها الا ربما بتسديد من بعيد او شيء ما، لان افريقيا اللعب في افريقيا يختلف كثيرا عن اللعب في كاس العالم. اللعب في كاس العالم انت كتواجه فرق منتخبات يعني تفتح اللعب، منتخبات تلعب لا تدافع، هذه هي المشكله ديال افريقيا. مشكلة إفريقيا هي أن عندنا منتخبات تدافع، خاصة إذا سجلت عليك هدف فهي تدافع كثيرا ولا تستطيع يعني أنك تخترقها. إذا حظوظ المنتخب المغربي في كأس إفريقيا القادمة فهي طبعا حظوظ كتبقى هو منتخب المغرب من بين المنتخبات الكبيرة جدا في إفريقيا، لكن كيبقى الحذر وكتبقى الحيطة. يعني لازم أن وليد الركراكي كمدرب وطني يشوف حل اللعب في إفريقيا. أظن اليوم أن المنتخب الوطني أمام رهان أساسي، وهو استثمار إنجازات المحققة بكأس العالم قطر الأخيرة، لأنه الوصول إلى القمة أمر ليس بالسهل، لكن الاحتفاظ والبقاء في القمة لفترة طويلة هو الأمر الأساسي. فالمقابلة الأخيرة ضد منتخب الرأس الأخضر عرت على بعض العيوب التي شهدها المنتخب الوطني، لا من ناحية الأداء سواء التكتيكي أو التقني، وأيضا من ناحية الاستثمار الذهني كما قلت للإنجازات السابقة. فأظن أن الطاقم التقني للمنتخب اليوم امام رهان اساسي، وهو العمل على الجانب النفسي وكذا تكييف ظروف العمل مع 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 كل ما هو افريقي، على عكس المواجهات السابقه التي كانت ضد منتخبات اوروبيه، ونحن نعلم جميعا ان تكوين اللاعبين اغلبهم في اكاديميات وفرق خارج الديار المغربيه. فيما يخص مقابله المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره الرأس الأخضر، كنظن أن كمقابلة إعدادية عادية، الأداء ليس بالأمر زعما الذي هو مهم جدا، بقدر أنها مقابلة من أجل تجريب أكبر عدد ممكن من اللاعبين، تجريب التكتيكات والخطط اللي يقدر يعتمد عليها الناخب الوطني في الاستحقاقات القادمة، وخاصة أن الظرفية هي ظرفية نهاية موسم، واللاعبين كنعرفوا العياء وكنعرفوا حتى أن الحافز، في حين أن في جهة المقابلة عند فريق الكاب فير فإن الحافز هو كبير بحكم أنهم كيواجهوا منتخب لدمي فيناليست كوب دي موند، وهذا يعني هما بالنسبة لهم كان حافز كبير. أما من ناحية المنتخب الوطني هي مباراة لا تخرج عن إطارها الإعدادي. ما أثرني هو بعض التغريدات وبعض بعض الكلام اللي يروج في بعض وسائل الإعلام، نظرة دراماتيكية شيئا ما زايدة على القياس للمقابلة، وأن المنتخب حقا مغاربة كاملين وكنا كنبغيونا المنتخب يحقق نتائج إيجابية، ولكن في مقابلات مثل هذه كيبقى الأداء وتجريب اللاعبين أهم من شيء آخر. طموح حق مشروع، والمنتخب الوطني بالتركيبة ديالو على الورق والإمكانيات المتوفرة، وكما قلنا دي فيناليست كوب دي موند فهو المرشح الأبرز كنظن للفوز بهذه الكأس الإفريقية، ولكن إفريقيا ماشي هي أوروبا وماشي هي كأس العالم. لإفريقيا ظروفها وأجواءها الخاصة. وليد الركراكي بحكم أنه كان في فريق الوداد البيضاوي وربح شامبيونز ليغ كيعرف مزيان إفريقيا وكيعرف كيفاش يتعامل معها، نتمناو أن النتيجة تكون حسنة ونتمناو نجيبو هذا اللقب الإفريقي اللي غاب علينا منذ زمن طويل. بالنسبة لحظوظ المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا المقبلة، فمبدئيا وبالنظر إلى النتائج المحققة الأخيرة على المستوى الكرة المغربية، لا على المستوى المنتخب الوطني الأول ولا كذلك على الأندية الوطنية من بينها الوداد الرياضي الذي
شرف الكرة المغربية خلال السنتين الماضيتين بوصوله لمرتين متتاليتين إلى نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، فمبدئيا يعتبر المغرب المرشح الأقوى والأبرز للظفر بهذا اللقب، لكن كرة القدم الحديثة لا تعترف إلا ب90 دقيقة على المستطيل الأخضر، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للمنتخب الوطني في الاستحقاقات القادمة.